واستعدادا للانطلاق فتحت البوابات وانطلقت الجهاد والافراس المنتجه محليا عمر 3 سنوات التي فازت في سباق واحد على بركه الله تعالى في شوطنا الثالث على جائزه مناور العنزي رحمه الله من اهل الرياض واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلاله المغفور له باذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه في محاوله لزياده الرصيد من الانتصارات. فخر الاوطان في مقدمه الجهاد المشاركه في هذا الشوط مع محاولات الان من طنخ اشاهدها في هذه اللحظات للظفر بالمركز الأول. فخر الأوطان المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط من الداخل وطنخ من الوسط ومن الخارج أشاهد بديع الزمان كما أشاهد أيضا بقية الجيات تتقدم البعض يتأخر في هذه اللحظات. فخر الأوطان محاذاة أيضا لطنخ في هذه اللحظات. فخر الأوطان من الداخل طنخ من الخارج في هذه اللحظة ومحاولات كذلك لرقم 8 مصلصل في هذه اللحظة للاقتراب من الصدارة في هذه اللحظات للمركز الرابع في هذه اللحظة مع محاولات من بديع الزمن للمركز الثالث في هذه اللحظات المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم. فخر الأوطان في المقدمة محاولات من طنخ الآن. فخر الأوطان من الداخل الآن يتقدم مع محاولات تشاهدها في هذه اللحظة من مصلصل الآن. فخر الأوطان المرشح فخر الأوطان عند الموعد المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز في المشاركة الثانية المركز الأول والمشاركة الأولى المركز الأول. وهذه المرة كتلك والبطل يبقى بطلا دائما فخر الأوطان ما شاء الله تبارك الله.